في اكتر اوضه في البيت بتحبي تقعدي فيها؟ لا انا منتشره بنتشر في البيت كله طبيعيه جدا. بس انا اكتر مكان بحب اقعد فيه في البيت عارفه فين؟ والله العظيم مش هتصدقي، في المطبخ. انا بموت في المطبخ برضو. انا بحب اقعد في المطبخ قوي قوي، بس ما نظفوش يعني، انا ابوظه بس. قولي لي بقى، في وقت الحظر اتعلمتي ايه من الفتره اللي قعدتي فيها في البيت كتير قوي؟ استفدتي ايه من التجربه دي؟ استفدت حاجات كتير، يا لهوي استفدت حاجات كتير بجد. وحاجات عمري ما كنت اتخيل ان انا كده، يعني عمري كنت اتخيل ان انا فيها ده اصلا. اولا انا اهتميت بالزرع. لا مبدئيا اخدت القرار انا واخويا، واخويا اللي شجعني في الموضوع ده بصراحه، بس هو ساعات بينخ مني ما بي يعني بيبيعني، بس هو برضه هو خد القرار معايا وبيساعدني ان احنا مش هيفيش حد غريب هيخش البيت عشان ماما. لان احنا مش هنقدر نتحكم خالص، والناس هتحتاج تاخد اجازات، وناس هتحتاج تنزل، وناس اي حد هيحتاج ينزل ويجي، فما عرفناش نعمل غير ان احنا لا هنقفل على نفسنا، واحنا يعني اتنين كبار ما فيش اطفال، عندنا بس يعني كلاب، ونتحمل المسؤوليه كلنا بان احنا كل واحد يعمل حاجه. ده في الاول كان حلو وكنت متحمسه قوي، ما تخيلتيش ان الموضوع مطول. الموضوع طول 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 قوي طول قوي. اكتشفت بقى حاجتين. اولا اكتشفت ان انا بحب الزراعه جدا، واحساس انك انت تسقي الزرع ومثلا تتفكري في حاجه حلوه، او تسقي الزرع وتسبحي، او تسقي الزرع وتتنفسي كده تاخدي نفس عميق، ده احساس بيخلي اليوم مختلف. ترو، فيري ترو جدا. انت عارفه ان هو وانت بتسقي الزرع حتى الزرع اللي موجود جوه البيت، اما تقعدي تنضفيه وتسقيه وتخلي فيه ميه، بيخلي البيت زي ما بيقولوا مندي طري. بالظبط. وبيديكي بوزيتيف انرجي، نفس حلو، تحسي انك عارفه تاخدي نفسك صح كويس. انا دي حاجه اكتشفتها في عمري كنت خيال. ولما حاجه مثلا بتطلع ورد، يعني عندي صبار طلع ورد، الله، كان احساس مش طبيعي ان صباري طلع ورد، ده كان حاجه مش زي ده انجاز يعني. الحاجه الثانيه اللي اكتشفتها في نفسي ان انا لما بفكر، لو انا في حاجه عايزه افكر فيها قوي، بمشهد مثلا، لا تسيب في مشهد انا صعب عندي عايزه اقعد افكر فيه، بقراه واسيب يعني اقراه كده وافكر فيه، واقعد اوضب اي حاجه في البيت او انضف اي حاجه في البيت، بطلع طاقه وبرمي طاقه وحشه جدا، برمي كل ايه، سواء نضفت ففي تراب طلع، سواء غيرت المكان شكله، الكنبه مثلا بقت هنا او التلفزيون بقى هنا او الحاجات دي طبعا تخصص ماما مش تخصصي انا تغيير الحاجات دي، بس التنظيف او تغيير اماكن الحاجه بيغير الطاقه في المكان. التنظيف طبعا مش محتاجه اقول لك، الموضوع بيختلف تماما. الحاجات دي وانا بفكر بتخليني افكر احسن. صح. من اني افضل قاعده على مكتب او اقعد اعمل كده على الموبايل او اقعد اعمل مش عارف ايه او اقعد مش عارف ايه. انا من ساعه ما المسلسل نزل من اول رمضان قررت ان انا مش هبص قوي، هبص بس مش هبص قوي على اللي بيتكتب عن المسلسل، لان انا لقيت نفسي فجاه يا اما بتبسط جدا 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 جدا، يا اما بلاقي كومنت، بلاقي حد كتب حاجه بتضايق ودتني في حته تانية خالص. فقررت ان انا هتفرج على الحلقات، هحضر سحور او اكل، واي حاجه قدامي هوضبها، اي حاجه قدامي هنضفها، اي حاجه قدامي هروقها. الموضوع بقى مختلف، ده اللي اتعلمته بصراحه.